لا زال بعض الناس يخافوا من جراحة المنظار، يعني ما السبب برأيك؟ في بعض المعتقدات الخاطئة عند الناس بالنسبة لجراحة المنظار، يعني يظنوا أنه يمكن يبقى جزء من المرارة، والناس يقولوا لا بيطلعوا الحصى فقط ويخلوا المرارة موجودة، وهذه أشياء خاطئة. الناس ما بيفهموا المنظار هو اسمه منظار جراحي وليس منظار جهاز هضمي. المنظار الجراحي زي ما قلنا قبل شوية نفس الآلية في الهدف، نفس آلية الفتح، وربما أدق فقط أخف في أنك تتعامل بأدوات غير في الفتح تتعامل في يدك في داخل هذا. نعم. طيب دكتور، يعني في حال رفض المريض أنه يعني يقوم بإجراء العملية الجراحية، ما الذي يمكن أن يحدث له؟ المشكلة اللي نقول عليها المضاعفات اللي ممكن تحصل للمريض لو ما عملش عملية المرارة، في مضاعفات خطيرة جدا ممكن تحصل. يعني في ناس كثير يعيش بالمسكنات مثلا، احنا ما بنخاف من انه الالم فقط او الالتهاب المزمن، في اشياء ثانيه. يعني بالنسبه للالتهاب ممكن ما يستجيب المريض للمضاد الحيوي ويحصل التهاب مزمن ويؤدي احيانا الى انفجار المراره نفسها وتعمل تسمم في البطن كامل ويحتاج الى عمليه طارئه بعدها. الحاجه الثانيه ممكن يحصل تقيح داخل المراره نفسها، الالتهاب المزمن وكذا يؤدي الى قيح وبعدين يدخل المريض في حاله طارئه. نعم. المضاعفات الأهم والأخطر أنه ممكن الحصوات هذه تمر عبر القناة وتعمل انسداد في القناة المرارية، ولو عملت انسداد في القناة المرارية يتغير لون المريض، يصبح لونه إلى الأصفر أكثر خاصة حوالين العين، يتغير لون البول، يصبح داكن جدا، يدخل المريض في مضاعفات تؤثر ويحتاج المريض بعدها إلى عملية طارئة لاستكشاف القناة المرارية، إزالة الحصى من القناة ومن ثم عملية المرارة. مضاعفة خطيرة جدا، ممكن الانسداد يكون في آخر القناة ويؤثر على البنكرياس ويعمل التهاب حاد في البنكرياس. التهاب حاد في البنكرياس من الأشياء اللي ممكن نسبة الوفاة يوصل فيها إلى 40%. فعشان المضاعفة هذه كلها المفروض المريض يعمل العملية مباشرة، يعني بعد بدل الخوف من عملية واحدة قد يدخل في سلسلة عمليات. هذا هو اللي نخاف منه. نعم، لإزالة الأضرار التي حصلت. طيب دكتور، يعني